السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو انا غنيت غنية واني اغرق 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 وتونس تغرق تغرق تغرق. تغرق ما غرقتش، ما زلت ما غرقتش، ما قاعدة تغرق. ما بعثنا متر ناجور، بعثنا سوفور. يا قيس سعيد، شنية توا البلاد؟ العباد وليت مهلوسة، وراني نتبع شنو توا زي حظر التجول اللي عملتوه فريان في تونس. يا اخي الكورونا تدور كان في الليل، شنية توا المانيبيولاسيون هذي؟ وانا توا البريود اللي فاتت الكل نحكي على تونس ونحكي على مشاكل البلاد وخايف على البلاد، تقول خايف على خايف على ولدي وكبتي في السبيطار في الريانيماسيون باش يموت وما بين يدي. شنية يا اخي بلادك يا صاحبي؟ فيه علاش الدول الاخرى يحكيوا على بلادهم رأسهم مرفوع ويحكيوا على الحاجات الباهية؟ هذيك حاجة عملناها وهذيك حاجة وهذيك حاجة في اي دومين، فيلم تونسي، مسرحية تونسية، انجاز تونسي، اختراع تونسي، فكرة تونسية. الناس تحكي على بلدانها راسها مرفوع ومتشرفة ومتفخرة، وانا صحيبي نهار كل وانا موليت مهلوس خايف على البلاد. وحكيت الاستعمار اللي جبدها لكم قيس سعيد في الخطاب المرة الاخرى وتنقدوا فيه يا فاهمين. الاستعمار وكيما السرطان كونسير ينجم يتاكي اي واحد، اي واحد اي واحد، السكيرجي والمصلي والمرأة والراجل والولد والشيخ ويتاكي الحيوانات للكونسير السرطان، مرض السرطان عافينا وعافيكم الله. حاجة معناها كيفاش يقولوها، يلزمني نلقاها المرة هذه الكلمة، حاجة معناها خليني نفكر تنطلعها الكلمة، حاجة معناها تنجم تصير، تنجم تحصل، وارد وارد انها باش تصير، وارد انها باش تصير. الاحتلال، والاحتلال مش معناها راهم باش يجيو كائنات فضائيه يحتلوا البلاد، راه الاحتلال يبدا بشويه بشويه. الاعراض ديجا متاع الاحتلال بدات تبان، الاعراض لي سامبتوم متاع الاحتلال بدات تظهر. باك الكريديات اللي خذيتوهم، باك البرشا فلوس اللي تسلفتوهم من البنك النقد الدولي ومن بنك الدولي ومن الدول، فوائد مختلفة، فوائد كبيرة وفوائد صغيرة، هذيك الكل يلزمو يخلص، يلزمو يخلص. وإذا ما تخلصوش أنت توا باش يخلصوه ولادك وبناتك العذارة. فيقوا راهو فما استعمار في الأرض، راه ماكم قارين التاريخ ولا ولا سمعتوا على التاريخ في التلفزة وفي الراديو وفي الليسي وما نعرفش في الانترنت؟ الاستعمار حاجة واردة جدا جدا جدا، راه تدخل عبيد وديجا في وسط البلاد فما عبيد الفقر ماكلهم عظامهم يستنوا في الفرصة متاع كيفاش راني ما نلقاش الكلام خاطر مانيش ديما نتكلم. انفيلات، يلقاو الانفيلات، انفيلات حدودي، انفيلات امني، انفيلات مجتمع، وتولي كاينها، الله يحمينا ويحفظنا، تولي كاينها حرب شوارع عادي جدا وارد. راه فرش في تصاور متاع برشا دول وبرشا ولايات في برشا دول، خراب ولات، خراب خراب، تعرف معناه خراب؟ فما قصيدة تو نحاول نذكرها تو، لحظة برك ندخل الأرشيف ونحلي في الشيء. هاي النفس، النفس هي الشبح التي بين جنبيك، الشبح هذاك كاسبر متاعك، كل واحد عنده الشبح متاعه وعنده القارين متاعه، والروح من أمر يا ربي. وش نقول لكم القصيدة، وركزوا معايا وبرشا يعرفوها وبرشا ما يعرفوهاش.
وانا حافظ هذية ملي عمري 20 بهذه اربع ابيات ولا اربع خمسة ابيات. لحظة. النفس تبكي من الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ليس ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. جهنم بئس المصير. لا تركنن للدنيا كثيرا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. الموت حق على الفرد وعلى الحضارات. لا تركنن للدنيا كثيرا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. كم من مدائنا الإغريق والفراعنة وبابل وقوم عاد وقوم ثمود يلي تقرأوا في القرآن، ها؟ ايش اسمه المؤتفكة وبرش. كم من مدائنا في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليه. النفس تبكي من الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ليس ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه الجنة، ومن بناها بشر بسرقة وكوروبسيون ورشوة وزنا ومفاتح وهنشير وعلوش يدور والوادي بتاع في نابل في عهد، تعرفوا الحكايات ونعرف انا الحكايات، ويجيبوا زوز بنات ما في بالهم شيء طمعوهم وكل شيء، يدخلوا لك الدار فك الجردة تسكر البيبان، الشراب والبير والويسكي وكل ما لذ وطاب، فهمتني؟ ويسكروا هما ويسكروا كل بنات. ومن بعد هذي راهو صاير في تونس، راه كان صاير وتوا ما نعرفش، مازال شويه صاير من الشيء هذا، لكن نفوس المريض هذي، لكن الخرواتات هذوك. انا ما عنديش سلطه، ما عنديش قوه لحد الان، وتنجم تجي القوه لي انا ولا لاي واحد تونسي يفهم كيفاش معناها الحزم، فهمتني؟ سايبوا عليهم الكلاب، البلاد تنقص في البيسين وتتعايط ويولي صفر يصفاروا من الخوف، وهم هذيك اسمها السادية، السادية مرض نفسي. والشعب، وانت يا لطفي العبدلي مرات تحكي على السكيزوفرين وكاللغة اللي يحكوها لك، ماكش فاهم منها شيء، ماكش فاهم البسيكولوجي حد شيء، ماكش فاهم بالبسيكوسوسيولوجي حد شيء، تتكلم وحافظ درسك وتسمع وتحفظ وكهو وتعاود تتكرر وتاخذ في المرشانة، وحسيت روحك سي فهمت الحياة، ماكش فاهم شيء. أنا ما نستعرف بيك لما تعمل مسرحية، وخدم معك وجيه الجندوبي، وخدم معك جعفر قاسمي، وخدم عملوا شل عملوا جروب وعملونا مسرحية كيما عملت بكري، كيما ذاك ماريشال عمار، كيما شو اسمه ذاك كفسي والطيارات هذوك الفنانين، أمين النهدي، ولادو ما همش فنانين ولكن ولاد فنان عايشين في انتوراج تاع فن نورمال، الاخر صغير كي ملبس شوية ونزيل ما عملش او يكبر ويولي مير. ومحمد علي النادي معلم هذاك صاحبي محتر مباح تربي ويعرف يحكي ويعمل فوتينج ويعمل سبور ويحب تونس برشا ويحب امه ربي شفاها سعاد محاسن، فهمتني؟ وكل شيء يعني عنا كمشة سرير معروفين يلعبوا عليكم بالقانون ويفكولكم في فلوسكم بالقانون وينحيلكم في زروسكم بالقانون. القانون أنا لصالح الشعب مش ضد الشعب، القانون والدستور لتونس وللشعب مش للسرير هذوك.
اللي يسكر، واني قعدت معاكم الكل يا سياسيين، يا شديتوا مناصب في عهد البيجي قايد السبسي، الحافظ قايد السبسي، ونداء تونس الذي تشقق، فهمتني؟ ها؟ راكم سريق وما تشبهوش. هذاك المال العام ملك لله، واللي يوليه ربي على دولة ولا على شعب، ربي اختار، فهمتني؟ باش يتصرف المال العام، هو والبطانة متاعه، الناس خدام اللي يخدموا بضمير، عايشين بالقديم، يفطر فطور الصباح، فطور قايله، فطور العشيه، يرقد متهني، يقوم كذا، عنده شويه مشاكل، واحد اللي هي البلاد، واللي هي الخدمه والمشاريع والنجاح، مش الفشل، فهمتي؟ وتخديم المخ. وابروبو الرزق، هذه ديما نقولها وننساها، ما نقولهاش بالكذا، نحاول مره هذه نفسرها مليح. راهو انسان هم الاول والاخير هو تحصيل الرزق، اللي يخرج الصباح ولا يخرج الوقت، ماشي يخدم، ماشي يسترزق، ولا ماشي يحافظ على الرزق نتاعو كالكروس، ماشي تكتك. ها يا اللي كنت وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، يا شو اسمك انت، يا مبروك، ولا شو اسمه هو، هاك عضو، لا مبروك كرشيد، يا سيرك، يا مبروك، يا كرشيد، يا سيرك بالقانون، يا اللي تعاون في المافيا بوليتيك، يا سيرك باقي انت في البرلمان، ماكش حاجه معاك، تتكلم تجي في الراديو تتكلم، انت سيرك وبرشا عدل. راه وقت التصوير اللي هبطت هنا متاع الغوريلا هذيك انت والياس البخفيخ سمير بالطيب، سريق تو تاكلوها الفلوس وتخراو فلوس الشعب، هذيك فلوس الشعب، فلوس الشعب، فيقوا. أنا قلت لكم 10,000 تونسي عنده بطاقة تعريف تونسية وباسبور أخضر تونسي ولا أزرق، اللي دخلوا في السياسة هذوكم عملوا تيرابي، شدوهم وما ترحموهمش، مش معناها تعذبوهم وتقتلوهم وكل شيء، ما ترحموهمش، معناها القانون كيما هما كانوا يستعملوا فيه توا باش يستعملوا ضدهم بالقرائن وبالأدلة وبالحجج وبالوثائق وبالتاريخ الأسود نتاعهم، وقراوا الكتاب الأسود يلي تضحكوا على المرزوقي، المرزوقي هذيك كعبة تونسية من الكعب، كعبة ذاك طيارة دماغ، هو في الدين في الإيمان كل شيء، ربي يهدي كل واحد، وربي راهو يعرف كل بشر أكثر من أي بشر آخر وأكثر من نفسه، ربي يعرفني أنا في قرارة نفسي أنا شكون وشنو مصيري أكثر من نفسي أنا، وأكثر من أمي اللي نحبها برشا رجاية، وأكثر من بابا عبد الرحمن، وأكثر من أي واحد، فهمتني؟ يا سريق أنتم باش تاخذوا العقوبة نتاعكم، ماهوش ظلم، عخاطر انت ماكش عارف شنو ما لي كونسيكونس نتاعك السكرات والسرقات والصفقات اللي فوق الطاوله واللي تحت الطاوله. ها شفتهم انا الصفقات تحت الطاوله من الجنه والناس، وشفتها الفلوس في الجواب هكا انفلوب فيه زوز ثلاثه باكويت اربعه باكويت، فهمتني يا سريق؟ انا توا مشكلتي هي لي كوروبتور، الكوروبسيون في تونس، ما عندي حتى مشكله اخرى، توا الامور الاخرى كل تتصلح، وكل شيء قضاء وقدر، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فهمتني؟ ولا كورونا ولا ما نعرفش هذايا ذا نيو وورد اورد، تونس لاباس عليها وتقف على ساقيها، وكسري قلت تعملوا لهم ثيرابي في مخهم باش يتعلموا القناعة، عندك شهرية باهية تنجم تقضي، ساكن مليح، دار مزيانة، سيكوريتي، موبل مزيان، عندك جردة، عندك كرهبة، عندك علاقات، تلبس مليح، فهمتني؟ تقعد في بلايص باهين، يزيك ستوب، الفلوس الأخرى تمشي قنوات، عديونا الماء للتشر اللي كان يمشي لهم زين العابدين بن علي بكري، او المشهد ده بالليكوبتر وكل شيء، اللي يقول انا ربها تونس، او كبحث ابو جهل تو في مكة مدفون
وربي يرحم جميع المؤمنين والمسلمين. انا ما نعرفش، مش كيما ذاك سيف الدين محلوف ما رحمش، الله يرحمه ويرحم بيجي قايد سبسي ويرحم كل مسلم. الاسلام حاجه والكفر حاجه، وربي هو اللي يعرف شكون المسلم وشكون الكافر وشكون المشرك وشكون المنافق، فهمتني؟ يا ربي يعرف مش العباد، ربي يحكم. وهذه حكاية خلود، مش حكاية مش عادي ربطية وتخرج ولا مش يعذبوك شوية وبعد يا تموت يا تسلك، فهمتني؟ شنو باش نقول؟ نحب نقول وباش نكملوا توا زاد الفيديو هذا، خاطر ساعات وليت نبالغ ونحب نحكي، عندي الرغبة باش نحكي، اما توا نشوف لها حل الحكاية هذه وننقص منهم الفيديوهات. مرات هذه هاي بريود، حتى كان احيانا ربي حتى 2021 هو بطبيعته عام 2020 عام مهبول، هذيك ضربة لبنان هذيك راي ماهيش عبثية، واللي كونسيكونس تاعها ما زلت باش تجي. راه في بالكم اكل شو اسمه نيترات ولا شنو المادة هذيك اللي تفجرت تبخرت في السماء والفوق، وهذيك تو باش تهبط في المطر وتسمم برشا بلايص وتسمم نباتات وتسمم اراضي وتسمم مياه وتسمم واحد، ربي يستر، فهمتني؟ خاطر هما يمكرون والله خير الماكرين، هذه قوة ربي مش قوة عبيد، الله اعلم. على كل حال يا تونس رد بالك على روحك لتولي كي ليبيا، ورد بالك تولي كيما اليمن. شفت اليمنك الحضارة والتاريخ وكل هدوء وناس متخل، كيفاش توا باش تضربهم مجاعة وعندهم الاقتصاد متاعهم فيني عاش عندهم اقتصاد، فهمتني؟ وتقسموا وتفرقوا، فهمتني؟ وقاتل ومقتول وتفجير ودرشنو، وذيك تجبد إيران وذيك السعودية تجبد وذيك الإمارات، فهمتني؟ يستثمروا في الدم. تونس ردوا بالكم على رواحكم، والجزائر أختنا الكبيرة، احنا تونس مؤنث، راي تونس احنا أخت الجزائر أختنا الكبيرة. الجزائر توا استحفظوا عليها انتوما التوانسة انتوما شمال افريقيا الكل بالشعب، نحكي خد الشعب هو اللي يحكم إرادة الشعب. في بالكم الجزائر عندها أحسن جيش عربي توا، ريتوا العرب احسن جيش عربي، وذوكم اللي خذوا طيارات في 35 وطيارات اخرين من عند الامريكان وكل شيء عطلوهم لهم، فيهم بوس صغيره كي شيب صغيره طياره ينزل على فلسه مراه مش حتى راجل، راه تاكل في كعبه كرواسون ولا كعبه همبرجر وساق على ساق وحال اللابتوب الاورديناتور وتخنت بكيفك البرامج، تنزل على فلسه توقف لك 20 طياره اللي انت خلصت عليهم مليارات يا اماراتي يا سعودي. ها وكما قلت لكم الجزائر اقفوا معاه واقفوا معاه مورالمو، معناها انتم ما تنجموا تعملوا شيء. الجزائر هي دوله قويه برشا، اما ظروفها صعيبه خاطر قاعده توا براد فير مع فرنسا وقريب تكمل، فهمتني؟ وبعد نبدو نبنوا كي قلت لكم عمارات في بالي، تونس فيها عمارات فيها مكاتب وكل شيء، كل شيء مهترئ وكل عمارات ما لا رجل لا شيء، فهمتني؟ هاني زدت طولت في الفيديو، معناه نبنيو دولة مودرن ومبنية على حضارة مش مبنية على تمدن. التمدن ضروري أما الحضارة أهم من التمدن. حضارة معناها الثقافة والإبداع والمبدعين والفنانين والمثقفين والدماغات والعباقرة في المجالات الكل العلمية والعلوم الإنسانية وكل، فهمت؟ أنا نجم أقول أكثر حاجات أما توا بالحق مش نقص، توا نعاود نسمع روحي كان عجبني الفيديو توا نهبطو، كان ما عجبنيش ما نهبطوش خاطر مانيش ديما ساتيسفي، فهمت؟ وان شاء الله نكمل السنة ويزي من الحكايات نتاع الفيديوهات هذي، ولا هي حل من الحلول زعمة ولا فكرة من الافكار باش نوصل انا رأيي انا واحد من الناس وكما الاخرين يوصلوا في الاراء نتاعهم. وانتم الاعلاميين اعملوا ريسيكلاج لرواحكم، اعملوا ريسيكلاج لرواحكم وما تخليوش رواحكم ادوات فوشة تعش معناه فوشة يفوشوا به، وانا يعملوا بها تابلو. انتم قاعدين برشا اعلاميين ادوات يعملوا بها في دي تابلو كيف ما يحبوهم،
فن تجريدي، فن مهبول، فن رومانسي، فن تخريبي كما يحب، فهمتني؟ يطبقوا في ليزاجوندا، يعاودوا في الكلام اللي الأشرار يحبوه ينتشر. أنت يا هيثم المكي، يا ذكي يا عبقرين، ويا اللي تتعارك مع سيف مخلوف، يا اللي تحامي على الهيكة. الهيكة راي خارية، الهيكة أوكي، الهيكة بتاع تو، معناها اللي شادين الهيكة تو، إلا من رحم ربي، راي خارية وسخ خمج الهيك. جيب ناس جدد، وانتو ما زاد جماعة الواحد في بالك، في بالي بيكم رغم سوليد وقويين وعين زغوان وكل لغة، عرفتوا روحكم شكون ولا؟ جي تي تي، جي تي تي، اتحاد تونسي العام للشغل، فرحات حشيد، عبد العزيز الثعالي، حبوا البلاد، هاكم كرز حتى انتوم، نقص من السرق، انفستي، حط الفلوس، ولا تو نبعثوك حتى انت البشرة متشر، كيما باش يتبعثوا الليست هذوك، 600 واحد الاولانيين، 600 دوس، 600 دوس، يزي 600، تونس ماشي كبيرة برشا، 4 5 غادي، 3 2 غادي، 6 7 غادي، وعملونا البلاد. ابني البلاد كانك تبني في دارك، تشري انت 1000 متر مربع تيغانو، تيغانو ارض، وتبدا تجيب ارشيتكت تقول نحب الدار لهنا، نحب بيسين غادي، نحب كراج غادي، نحب استوديو غادي، نحب قوس غادي، نجيب جارديني، نحب النباتات هكا، نحب كذا، فهمتني؟ تمشي للريجيون يا سارق يا ولا شوالي كنت سارق، فهمتني؟ تحط فلوسك غادي كانك تبني في دارك اللي تحب تخليها لولادك ولولاد ولادك، هذوكم زاد دشر اولادك، هذوكم الشعب نتاعك اللي تحاسب عليهم قدام ربي. رد بيك تعملوا كيما عمل اكبر غلطه عملها في عمره، هو عمل برشا غلطات ميراث وحكايات وصبات الظلام، البيجي قايد السبسي الله يا، فهمتني؟ عمل غلطه خدم على ولد ولا سمع كلام ولد، معناها الولد والامتداد نتاعه، ملا عبقري هو، هاك موت تغني، شفتك تغني في الموزايك يا بيجي قايد السبس الله يرى، فهمتني خويا؟ اللي عندي نحكي 22 كيما الاخر. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي تحية تونس. السلام عليكم. حسي الوذية جزء صغير من المشروع إذاعة 21، هكي فكرة صغيرة كي هو تونس إن شاء الله تتصلح وتشد الثنية الصحيحة والعباد تولي فرحانة ساتيسفي، أو باش نهبط زيد شهادة مواطن، هاي في الحلقة الرابعة، هذه الحلقة الثالثة. قديش احنا في الشهر؟ 15 نورمالمون، البارح عيد الثورة 14، 15 جانفي 2021، وفي الشهر العربي احنا سيدي لحظة بركة نشوف في الشهر العربي اليوم الجمعة 1 جمادى الثاني 1442 هجري. حاصل تحية تونس ومشروع تونس هي النقلة النوعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.